السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وهو علامة الزهري. إذا كنتم تشعرون بالحساسية من هذا الاسم، وبعض الإخوان قال بأن الزهري ليس له أصل أو غير ذلك من الأمور، نقول نحن انسوا كلمة الزهري. أنا سأقول لكم المس الوراثي الذي يورث عن طريق روح الإنسان أو دمائه البشرية بإذن الله تبارك. كيف نعلم؟ عندما نجد هذه الأم زهرية أو أن عندها مس وراثي تؤثر فيها العين والحسد عندما تذهب إلى المناسبات، تحلم بالملوك الإنس، تحلم بالذهب والفضة والنقود، تحلم كأن القيامة قامت، تحلم بالزلازل والكواريت، تتوقع الأشياء قبل حدوثها. اسمعوا جيدا، يعني تشعر أو أن أشياء تحلم بها تقع بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى، أو أن هذه الأخت أي شيء تحلم به أو تراه يكون مبشرات، يعني تقع بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذا قالت لك فلان، أنت يا فلان أنت ورأيتك مسحورا أو مريضا أنك تعاني، فاذهب لتعالج نفسك، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى رؤيتها صادقة، تكون رؤيتهم الناس الذين يكونون بهذا المثل الوريثي أو زهريين، تكون رؤاهم كلها تقريبا صادقة 50% أو 60% أو 80%، أغلب ليس كثير من الناس، ربما بعض الناس لا تكون رؤاهم صادقة. إن ربما إذا حلم بك أنك مريض أو كذا ربما لا تكون مريض، ولكن إذا حلم بك الإنسان الزهري أو الإنسان الذي عنده المثل الوريثي بأنك أنت مريض، فهذا يعني أنك أنت مريض بإذن الله وقوته. فعليك أن تعالج نفسك بإذن الله تبارك وتعالى، ورؤيته تكون رحمة من الله عز وجل عليك كي تعالج نفسك. وهذه الأعراض التي قلتها التي تكون أو العلامات للزهري، كما قلت الإنسان الزهري يحلم بالذهب والفضة والنقود، يحلم بملوك الإنس أو القصور، الإنسان الزهري يحلم بالزلازل والكواريت، الإنسان الزهري يحلم بأن القيامة قامت والناس يحاسبون، الإنسان الزهري يتوقع الأشياء قبل حدوثها، أو يعني لما يحلم بأشياء تقع يخبر بها تقع بإذن الله تبارك وتعالى، ابتلاء من الله لجميع الخلق ولا حول ولا قوة. الإنسان الزهري يؤثر عليه العين والحسد جدا منذ الصغر، يعني الإنسان الزهري تجدها إذا ذهبت إلى المناسبات تمرض مرضا شديدا، لما ترجع ربما تنام أسبوع أو أسبوعا في الفراش، تنهد جسدها، تشعر بتعب شديد. كذلك الإنسان الزهري إذا ذهب إلى مناسبة أو ذهب إلى وظيفته إلى عمل يشعر بالتعب الشديد من كثرة العين والحسد التي تلحقه أمام الناس. الإنسان الزهري تجده الناس يلاحظونه رغم فقره، رغم أنه لا يملك إلا قوت يومه، تلاحظ على كل شيء صغير وعلى أي شيء تلاحظه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون عنده حسد. وعليكم أن تعلموا إخواني أن هذا الإنسان الزهري إنسان مبارك بإذن الله تبارك وتعالى، إما أنك تجده يعالج الناس أو تجده عالم أو تجده مشعوذ أو ساحر أو عراف، يعني تجده في هذه الصفات، إما أن تجده معالج مؤمن يساعد الناس، أو تجده ساحر أو كاهن أو عراف أو مشعوذ، أو تجده عالما بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك إخواني أخواتي، هذا الإنسان الزهري أو الإنسان الذي عنده مس وراثي، فإن ابتلاؤه شديد، ابتلاؤه يكون شديدا، وهذا يدل على أن إيمانه قوي إذا تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله. أما إذا ذهب إلى هنا وهناك إلى المشعوذين أو فعل الخزعبلات لغير ذلك من الأمور، فإنه سيمرض وسيمرض من حوله. الإنسان الزهري سيجد أولاده تؤثر فيهم العين والحسد جدا، سيجد نفسه مريضا، سيجده إخوانه وأخواته كلهم يؤثر عليهم العين والحسد جدا، سيجد فيهم أصحار. والإنسان الزهري إذا مثلا لما يزداد، إذا كان في أسرة محافظة فيها القرآن دين وصلاة، فإنها تخف عليه ألام السحر أو العين والحسد إذا كان فيه سحر منذ الصغر أو العين والحسد، ويكبر بإذن الله نشأة طيبة. أما إذا كان في عائلة لا تعرف الدين ولا الصلاة وفي غفلة من الأمور، فإنه يصعد ويصبح شريرا بهؤلاء الشتان التي تكون فيه، إما أنه المشعوذين يأخذونه للكنوز، أو أنه يصبح ساحرا في مستقبله، أو أنه يصبح شريرا يؤذي الناس في كل مكان ويكون عدوانيا أو مجنونا أو أحمقا.
لأن كثرة الشياطين تدخل إليه بكل سهولة. وأقول لكم إخواني أمرا عليكم أن تعلموا، الإنسان الزهري إذا أصيب بالعين والحسد فليس واحد يدخله، فربما تدخله 5 شياطين في آن واحد أو 10 أو ملك وجنوده، ليس كالإنسان العادي. الإنسان العادي إذا تأثر بالعين واحد فربما يدخله جن أو لا يدخله، ولكن الإنسان الزهري إذا أثرت في العين القوية والحسد القوي فربما يدخله شيطان بجنوده، ربما يدخل شيطان جنية بجنودها، ربما يدخل 5 أو 10 أو 20، يعني ليس واحدا. لذلك تجده وأكثر الناس يعانون هم الناس الذين يكونوا زهريين. لماذا؟ سير آخر، هذا الإنسان الزهري تؤثر عليه العين والحسد منذ الصغر، فإذا أثرت عليه العين والحسد منذ الصغر ثم في 15 سنة أو 20 زادوا عليه سحر تعطيل الدراسة، وزادوا عليه سحر تعطيل الزواج، زادوا عليه سحر الجنون والتمريض، كيف يصبح هذا الإنسان الزهري؟ إذا كان قوي في الإيمان فإنه سيقاتل من أجل العيش والبقاء حتى يشفي الله عز وجل. أما إذا كان بعيدا عن ذكر الله وعن القرآن وعن الصلاة وهذه الأشياء فسيصبح أحمقا مهبولا. هذا هو الأمر الواقع بارك الله فيكم. لذلك تجدون بعض هذه الحالات لا تتعالج بكل سهولة، وربما لا تتعالج لأن هذا الإنسان لا يصلي، فإذا أراد العلاج فلا بد أن يصلي. أقول لكم إخواني أخواتي، من كان له أخ أو أخت مريض سواء كان زهري أو غير زهري، إذا كان هذا الأخ لكم لا يصلي فإن العلاج سيصعب عليه وسيأخذ له مسافة طويلة، فلا بد أن يصلي، فلا بد أن يأخذ خطوات. العلاج ليس هذا زمن المعجزات، زمن الذي قال فيه الله عز وجل أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب لأيوب عليه السلام، ركض برجله نبت العين تحت قدمه وخرجت عين من الماء شرب منه أيوب بإذن الله تبارك وتعالى، ونزل ما فيه من الأمراض استحم به وشفي بإذن الله ومشى على رجليه. هذا زمن المعجزة وهو زمن الأنبياء. أما الآن فالعلاج بالتدرج، إذا كنت لا تصلي فلا بد أن تصلي وتقرأ القرآن، ثم بعد ذلك وتجتهد ثم بعد تبحث عن الراقي الذي سيساعدك في هذا العلاج. أما إذا كنت لا تصلي ولا تقرأ القرآن وتطوف من المشرق إلى المغرب من الشمال إلى الجنوب وتطوف على الرقاد، أنت تضحك على نفسك أو تضحك على غيرك، فكيف أنت تريد العلاج وأنت بعيد عن رب العالمين، وأنت تقول الشياطين اسرحوا ومرحوا في جسدي، تقول لهم العبوا في ابقوا في جسدي، يعذبونك في رزقك، يعذبونك في دراستك في عملك بينك وبين زوجتك، يعطونك الزواج وأنت تستسلم وتقول لهم ولا تعذبهم حتى بكلمة واحدة وهي استغفر الله، حتى بلا إله إلا الله، حتى بالقرآن، حتى بالصلاة، ولا تفعلوا أي شيء، طبعا سيمرضونك، طبعا يعني ستصبح أحمقا إذا لم تفعل هذه الأشياء. لذلك فإن الشياطين تؤثر عليك في الدماغ، الدماغ هو تأثير الشياطين على كل إنسان لا يصلي. الإنسان الذي يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل فإن الشياطين بكثرة سجود المؤمن أو المؤمنة، بكثرة خشوعها وبكثرة تقربها من الله عز وجل يتصفها دماغها وذهنها، وإن كانوا يمرضونها في قليل من الأشياء في الجسد في الأكتاف في الصدر في الرحم إلى غير ذلك من الأمور، ولكن دماغها يصبح نقيا لأن هذا الرأس وهذه الجبهة تسجد لله رب العالمين، تسجد لله رب العالمين. نصيحة الذي سأقولها لكل أخ أخت لا يصلي وهو يسمعني في هذا الفيديو سواء كان زهريا أو إنسان عاديا، أقول لك إذا أردت أن تبدأ إلى الصلاة ورأيت في نفسك أن هذا الشيطان منعتك من الصلاة بسبب ماذا؟ بسبب غفلتك وبعدك عن الله عز وجل، كي يرحمك الله عز وجل التجئ إليه، افعل السبب، صلي ركعتين وقل يا رب يا الله أنا وقفت ببابك، يا رب انصرني على من ظلمني، يا رب انصرني على من ظلمني. إذا أردت أن تؤثر على هؤلاء الشياطين الذين مرضوك في جسدك، مرضوك في جسدك، قل بقدرة الله السميع العليم تحرق جميع الشياطين في جسدي، بقدرة الله السميع العليم تحرق جميع الشياطين في جسدي. أكثر من هذا الدعاء عليهم بالليل والنهار، أنت الآن لا تصلي، أكثر عليهم هذا الدعاء كي تستجلب رحمة الله عز وجل. وإن كنت لا تصلي أكثر من هذا الدعاء وأدهن بزيت مرقي ياك، وأنصت للرقية بالليل والنهار، وإن استطعت أن تنصت لها في الليل كله فهذا أفضل وحتى بالنهار، ثم بعد ذلك بعد أسبوع أو 5 أيام ستقدر على الصلاة بإذن الله، رغم عنك ستقدر عليه ورغم عنهم ستقدر عليه. فإذا لم تصلي بعد هذه الأشياء
فإنهم لن يتركونك تصلي بعدها وسيمرضونك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما هذه خطوات أعطيتها لك كي تعالج نفسك بنفسك في البداية، لأن لابد أن تستدرك على نفسك 50% أو 40% من العلاج، ثم يكمل الراقي معك المعالج، يكمل معك العلاج. لابد من هذه الخطوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.